عندنا مشكل كبير. هاد البيستا كما كتشوف كي دايره، كما كتشوف هاد البيستا هادي حالتها حاله يرثى لها. عرفتي راه حنا مقاسين والله القسم الى الطوموبيل الى حالتها لا حاله بقوه. كل نهار كندخلوا للكراج بسبب هاد البيستا هادي، وما كنخدموش شي بلاصه بعيده ولا شي حاجه، كنخدموا غير بنسودة المسيره. اليامات الشتا الغيوصات وعرفتي شنو نقول لك، اليامات الشتا الا دزتي غدوز بالكشايف ولا تبقى اونبان هنايا. انا بالنسبه لي انايا كنهضر على هاد الطريق لانها ضرات والله القسم الى تقريبا 5 السوايع وانا اونبان هنايا. طارت لي الرويضه بسبب هاد البيستا هادي، و5 السوايع وانا جالس هنا كنتسنى الميكانيك عاد يجي عندي، وعاد جا عندي الميكانيك وصوبت. هادي راه تقريبا دابا اكثر من 10 سنوات وهي هكا. ما عمر شي واحد شاف عليها وغير طريف صغير. وهادي بحال اللي هاد الناس هادو ما كاينينش، غايبين على هاد الارض هادي، وهي في حد ذاتها راها طريق، راها خدامه. انت كما كتشوفها انت الناس راه غاديه جايه. ودابا حاليا راه الحديد الجديد راه ما خص الانسان راه كتفرع يفورسي على الطوموبيل ولا هذا كلشي، لانها طريق راها رئيسيه دابا ولات خدامه، لان كلشي كيهود من المارشي، كيهود ويطلع من هنايا. الا لاحظتي لا الطاكسي ولا ترونسبور ولا كلشي ديال المعامل ولا كلشي مع الطريق هذه، ما الطريق هذه والطريق التحتانيه ديال اللي جايه على الدخله ديال المعمل ديال البوطه اللي كتطلع من الخنطره بنسودة. كيفاش الحاله ديالها؟ هذيك حاله عاوتاني عرفتي والله القاسم راه حتى هي راه حالتها لا حاله. وفوق الشتا كتولي الحفره والله الا لابير، قسما بالله الا كتولي لابير. عندنا غير على مدينه فاس، وراه مدينه فاس راه حضاريه ومثقفه، وراه فيها تبارك الله الشباب، وراه فيها ان شاء الله. حنا باغينها تكون غير في المستوى باش الناس ملي كيجيو عندنا من اي بلاصه، من اي دوله ولا من اي مدينه ولا من اي عالم ولا من اي بلاصه هذه كيجيو عندنا، راهم خصهم يجيو يلقاو كلشي مزيان، كلشي مهذا. هذه الحاله هذه واحد تقريبا مده 16 سنه وانا كنخدم المدير الاول والثاني. الاول تهلك في هذه الطريقه هذه، والطريقه الثانيه وهو الموتور التاخر عاوتاني اللي كنزيد نكذبوه. مجرد كينتخبوا عليه كياخذ الكرسي ما كيبقاش يبان، مجرد كيطلع في الكرسي ما كيبقاش يبان ولا حتى يشوف. تما يجي يطلب مثلا الطريقه ديال اللي راه مكذكا ولا الطريقه الاخرى كاع حتى ولا جميع الطرق. نقول بصراحه انا عندي هذا الموتور قسما بالله وما سالم ما كاينش شي بلاصه اللي هي صالحه، نقول لك بصراحه الا وحده عصوبه في هذه الايامات. تقريبا جيت الضحى الفوق هذه اللي كتطلع المعمل ديال المعمل السلاح هذه تقريبا قعوه ترقع لا شيء، وكان ولا تحت من على الواد حتى هي كذلك. هذه الشتا ما دوش منها، انا قسما بالله تقريبا واحد الشهر عطيني واحد السيد شي تراب قال لي فهمت والله الا جبتو هنا لوجه الله. ورغم الناس قالوا لي راه كدير الحجر، قلت انا غير خلي واحد الحجر مشى دكدك كلاو الرموكات ولا حول ولا قوه الا بالله. الطريقه زعما راه هلكات تقريبا، لو كان داروا جابوا لها غير الكياس غير داك الحجر وداك الدكداك يعمروه. الطريقه الصغيره اللي هي زعما، وكان الاخرى عاوتاني اللي كيطلع من المارشي تخمام ديال الخروب حتى هي كذلك، ولكن ما حتى هي محفره. انا كنسبهم بصراحه، كنقول لا حول ولا قوه، الله ياخذكم الحق، الله ياخذكم الحق، لان يعني حفرام وحفره ما كيبقاو ماتر، ما كيبقى حديد، ما يعجبو صافي. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.